السلام عليكم متابعي قناه خيط مقاسمه ام ندى، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في اتم صحه وعافيه. فيديو اليوم ان شاء الله نعملوا مع بعض بدله مدرسيه او صدريه بمناسبه الدخول المدرسي. الشكل ديالها كما كتشوفوا في التصميم يكون متكون من قطعتين، القطعه العلويه فيها جوج بنسات من الامام ومن الخلف، والتنوره اللي لاصقه في الفستان فيها طياس من الامام ومن الخلف. الطول ديالها تحت الركبه، والقميص ان شاء الله نعملو مع بعض في حصه مقبله ان شاء الله. نحتاجو هذا قياس ديال 6 7 سنوات، نحتاجو عرض الكتيف والتركيز، دوره الصدر، دوره الحزام، طول الامام وطول التنوره. نحتاجو له قطع ديال الثوب طويه على 2.75 سنتيم في 2، يعني 150 سنتيم في الطول ديال القطعه بالاجمال كلي، الطول الكلي ديالها. و الباترون ديال الامام هو نفسه ديال الخلف اللي نحتاجو، حيت فتحة العنق متساويه بحال الظهر بحال الامام. نبداو على بركه الله بعد الصلاه على الرسول. اول حاجه كما كتشوفوا غنحيدو التنوره. هنا عندي الثوب انا على 2.75 سنتيم، في كل جهه على 45 سنتيم في العرض. كما كتشوفوا انا عندي الثوب هنا مطوي، يعني ما نفتحو الثوب 150 سنتيم. نحدو العرض ديالنا وغنقطعو هاد القطعه بوحديتها، غنخليوها باش نعملو بها التنوره. كما كتشوفوا 45 سنتيم في العرض ديالها. بعد ما حددنا غادي نقطعوها ونحتفظوا بها. هنا غنطويو الثوب على 4 كما كتشوفوا. نحدو فتحات العنق، عرض الكتف، القياسات نتوما تعملوا القياسات ديالكم. كنت عملت لكم فيديو اللي ما كيعرفش ياخذ القياسات والتطبيق ديالها، طلعوا عليه، غتجبروا الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله. هبطنا بجوج سنتيم ديال التطيح، وثم التركيز ديالنا. عملوا دورة الصدر ديالنا، عاودوا بطول الأمام كناخدو من أعلى نقطة دورة الحزام. أنا عندي فيه 30 سنتيم. كنخرجو بدورة الحزام، هذه دورة الصدر ثم دورة الحزام، هي هذه كما كتشوفوا في الفيديو. العمله انا واسعه شويه على حسب ديك البنسات. راس محرده الابط، حرده لكم يا اما بيستول يا اما بيتكم باش ما بغيتو. العنق يمكن تعملوه في او لم دائري، يمكن تعملو الشكل اللي بغيتو. انا غنعملو مستطيل كما كتشوفو، عملت فيه 12 سنتيم في الطول ديالو. بهاد الطريقة غنخلي 1.5 سنتيم من الاسفل على حساب الخياطه باش نخيطو مع التنوره.
حتى ما يجيو نقطعو نخليو سنتيم ونص د السورجي و د الخياطة للجوانب. بعد ما حصلنا على الجزء العلوي كما كتشوفو اللباس المدرسي ديالنا، دابا غنحدولو البانسات. نتنيو القطعتين مع بعض على اثنين، نشوفو شحال فيها وانقسموها على اثنين. منتصف ديالها نحدو واحد العلامه وغنطلعو من ديك العلامه بثمانية سنتيم. نفس الشيء نعملوه للجهه المقابله. نعملو سنتيم ونص في كل جهة. غنطلعو بشكل مائل عن النقطة ديال 8 سنتيم بهذه الطريقة، كيجي بحال المثلث. مي كنخيطوها كنخيطوها من الداخل. نعمل واحد العلامات باش نحدو الامام مع الظهر، يجونا مقابل لبعض بهذه الطريقه باش نرسمو البنسات ديالنا في الظهر عاوتاني. ثمانية سنتيم ثمانية سنتيم. دابا غنخيطو البانسات ديالنا بماكينة كما كتشوفو، كنتنيوهم بهاد الطريقة. التوب ديالنا على الخلف كما كتشوفو غنتنيوه بهاد الطريقة ونخيطو على حساب ديك المثلث اللي كنا عملناه مائل. الجهة الثانية بعد ما خيطناهم كيجي الشكل ديالهم كما كتشوفوا بهذه الطريقه. كيتخيطوا من الخلف طبعا باش الوجه ديالهم كيجي الشكل ديالهم هيدا. دابا غنعملوا الظهر بنفس الطريقه.
بعد ما خيطنا البنسل ديالنا دابا غنخيطوهم من الكتفين، نعملو قطعة الأمام على الظهر وغنخيطو الكتفين بهاد الطريقة هما الأولى. بعد ما خيطناهم نجيب واحد القطعة من الثوب نفسه، أنا نقطعها على شكل بي، طويلة 4 سنتيم في العرض ديالها، وباش نفينيو بها العنق وحدة الأكمام. نخيطوها الوجه ديالها على الوجه بهذه الطريقة، باش من بعد كنتنيوها على شكل كما كنخيطو البي، طريقة تخيط البي عادي. خيط 1.5 سنتيم بعد ما خيطناها كما كتشوفوا بهذا الشكل. غنجيبو مقص ونعملو فتحات صغارين بهذه الطريقة، باش مي كنتنيو ما كتجيش مكمشة. كنتني 1 سنتيم، كنطويو سنتيم الاولي وسنتيم الثاني، كندخلو بهذه الطريقة وكنخيطو فوق من الوجه او ثاني على الوجه. بعد ما فينينا العنق ديالنا كما كتشوفوا كيجي الشكل ديالو بهذه الطريقه، كيجي مفيني مزيان. دابا غنفينيو حردات الاكمام بنفس الطريقه، ندوروها هيدا بالبي. غنوريكم كيفاش يمكن نحصلوا على البي نعدلوه راسنا. كنجيبو نفس الثوب اللي فصلنا منه، الجهه الطويله هي اللي كنمشيو عليها 1.4 سنتيم كما كتشوفوا العرض ديالو، كنحدوه 4 سنتيم 4 سنتيم، كنعملو علامات وكنقطعوه طويل، به كنفينيو الخدمه ديالنا. كما كتشوفوا هذا هو البي ديالنا اللي حصلنا عليه، بها غادي نفينيو الشغل ديالنا الاكمام اللي بقاو لنا. كنعملو الوجه على الوجه بهذه الطريقه كما كتشوفوا، كنخيطوه 1 سنتيم نص سنتيم عفوا، عاد كنتنيوه للداخل وكنعاودو نخيطوه كما كتشوفوا. بعد ما فينينا حدات الكم ديالنا كتجي الشكل ديالها كما كتشوفوا بهذه الطريقه، مفينيه مزيان. دابا غنخيطوا الجوانب هذا الشكل ديالهم بعد ما خيطناهم. دابا غنتقلو للتنورة باش نعملو لهاديك الطياس. هنايا عندنا الأمام والخلف ديال التنورة، كنحدو المنتصف ديالهم بواحد كريني، العلامة كنعلموهم. باش يجينا المنتصف مع المنتصف، غن
نحدو عاوتاني واحد العلامات مكان البنسات، هنا كنحدو واحد 10 سنتيم كما كتشوفو، 10 سنتيم 10 سنتيم كما عامل انا العلامات. كنبداو نتنيو النصف ديالها، كنتنيوه للمنتصف اللي كنا علمنا، كنثبتوه بالدبابيس بهذه الطريقه. نجيب المنتصف القطعه الثانيه وغنتنيوها مقابل القطعه الاولى اللي تنينا بهاد الطريقة، وانتبتوها أو تاني بدبابيس. نجيو أو تاني نتنيو بهاد الطريقة. هاد طيات نتوما يمكن لكم تعملوهم بالشكل اللي بغيتو، يمكن تعملوه مع عاوتاني بالجبادة، تجمعو بلاستيك، تجمعو تنورة بلاستيك وتلصقوها عاوتاني مع الجزء العلوي، أو لا تعملو لها الطيات كيما نعملها أنا. الشكل طيات كما كتشوفوا، كنخيطوه واحد سنتيم من الوجه. نفس الطريقه غنعملو الخلف ديال التنوره بنفس الطريقه. كتشوفوا انا حددت هذيك 10 سنتيم بهذا الشكل، غنعاود معاكم باش تشوفوا كيما عملت. خاصة التانية تعملوهم على الوجه، انا هنا خطئت قطعت وعملت الثوب مقلوب، دابا غادي نعلم على الوجه. ضروري نتبسو بدبابيس باش الطيات ديالنا كيبقاو ثابتين ملي كنخيطوهم ما كيتخسروش. يجو التانيات
نفس الشكل في الأمام ونفس الشكل في الخلف. دابا كنخيطو التنورة ديالنا من الجوانب باش كنلصقوها مع الجزء العلوي. هذا الشكل ديالها بعد ما كنخيطوها كما كتشوفو، بعد ما كنثبتوها بالخياطة كتبقى الطاية ثابتين. هذا الأمام وهذا الخلف. دابا غنخيطو الجزء العلوي مع التنورة. كنخيطو الظهر مع الظهر. كنقلبو عفوا على الظهر وكنخيطو. بعد ما خيطنا التنورة ديالنا كما كتشوفوا هي الجوانب، كنثبتوا الجزء العلوي مع التنورة بهذه الطريقة بدبابيس، الوسط مع الوسط، المنتصف والجوانب مع الجوانب. ندوروها بدبابيس كما كتشوفوا. خيطوها كما كتشوفوا. وهذه هي البدلة المدرسية أو الصدرية أو اللباس المدرسي، كل واحد كيفاش كيقول له. هذا هو الشكل ديالو. الطيات كما كتشوفوا كتجي مزيونة في الأمام وفي الخلف، وبنسات اللي في الجزء العلوي. يجي الشكل ديالها مع القميص جميل، مع الكرافطة أو كل واحد كيفاش كيبغي يلبسها مع القميص. هذا هو الشكل ديالها. انا عملت لهنايا تنيت واحد سنتيم، خيطته بالماكينه. لوغلي ديالكم نتوما كتعملوه. كان هذا هو فيديو اليوم، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم. اذا كانت هذه اول زياره لكم في القناه، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتشجيعنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى فيديو جديد إن شاء الله.